بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا فيكم. درس جديد من دروس دوره الفوتوشوب مقدم من قبل فريق اسس، معكم خلدون يلداني. ضمن هذا الدرس نحن حنحكي عن شغله اسمها البليند مود. يعني انا وقت بيكون في عندي طبقتين مثلا، مثل هالطبقتين الموجودين عندي هون، طبقه اسمها ووتش اللي هي الساعه، وطبقه اسمها بيتش اللي هي الشاطئ. فبنشوف مثلا هي طبقه الشاطئ هون وهي طبقه الساعه. طبعا انا بدي اعمل ميكس او دمج او بليندينج بين هدول الصورتين. ففي عنا نحن العديد من الخيارات لحتى اعمل كنترول على البكسلات الموجوده بالصوره تبعي، او اختار كيف الفوتوشوب بيختار البكسلات، انه البكسلات اللي بدي اياها. اول شيء ملاحظ انه نحن طبقه الساعه عندي هون في عندي البياض الموجود، بعدين السواد، وبعدين في عنا الساعه. إذا خفينا البيتش منلاحظ أنه الصورة ظلت مثل ما هي. منشوف هلأ طبقة الشاطئ، هاي هي، هون في عندي مي وهون في عندي رمل. طيب لحتى أنا أقدر أعمل دمج بين هدول الطبقتين، بختار أول شيء طبقة الووتش، بختار عليها مو الطبقة الثانية، الطبقة الأولى. من هون من هاد الخيارات هاي في عندي خيارات الدمج. بشكل عام الشكل الطبيعي بتكون محطوطة على نورمال، يعني انه ما عم يصير عملية بليندينج بين هدول الشغلات. لكن اذا اخترت خيار الثاني اللي هو ديزولف، فملاحظ انه ما صار شيء ابدا. لكن فعليا اللي صار انه انا وقت اجي خفف من الاوباسيتي تبع البليند مود، اذا الاوباسيتي يعني شفافيه، وقت بجي بخفف الشفافيه تبعي، فبلاحظ انه الفوتوشوب شو بيساوي بهالحاله، بيعمل عمليه اختيار لبكسل من هدول الطبقتين بشكل عشوائي. يعني بيختار البكسلات بشكل عشوائي من هدول الطبقتين وبيدمجهم مع بعض. طبعا ممكن يكون هذا الخيار مفيد لك بالديزاين تبعك وممكن لا. نرجع هلا للمجموعة الثانية من مجموعات الدمج اللي هنن الداركن الى اخره. هذا النوع من انواع الدمج او الميكس او البليند اللي بيساويه انه الفوتوشوب بيختار البكسل الاكثر غماءة، يعني الداركر الغامق اكثر، يلي نسبة الجراي تبعه عالية. الجراي يعني الرمادية. طبعا نحنا نعرف انه الالوان بتتدرج من الابيض الى الاسود، وبيناتهم كل درجات الالوان. فضمن هذا النوع من انواع الدمج هو بيختار البكسل الاغمق. مثلا اذا اخترت الداركن، منلاحظ انه اختار البكسلات الغامقة وخلاها ظاهرة من الطبقتين. في عنا النوع الثاني مثلا من هالمجموعة هي اللي هو الملتبلاي. بالملتبلاي شو بيساوي الفوتوشوب؟ بيشوف البكسلات الغامقة بالطبقتين وبيضربهم ببعض، بيضرب قيمهم ببعض وبيظهرهم. وطبعا فيكن انتو بقى تختاروا شو الدمج اللي بدك اياه حسب الاظهار. مثلا في عنا اللينير بيرن وهكذا. بالنسبة لهي المجموعة اللون الطبيعي هو اللون الأبيض، فكل شيء بكسلات لونه أبيض أو قريبة من البياض بيخفيها. النوع الثاني من أو الثالث من المجموعة الثالثة يعني هي المجموعة عكس المجموعة الأولى، هي اللي بتختار البكسلات الأكثر إضاءة اللي الأكثر بياضا. يعني مثلا اذا اخترت اللايتن، منلاحظ انه هو بيطلع لي البكسلات الاكثر بياضا. مثلا السواد روح لي اياه فاظهر لي الموجود بالصورة الثانية، طبعا البياض خلاه موجود حوالين الصورة. في حال اخترنا مثلا السكرين، بهالحالة بيعمل هو عملية دمج بين الصورتين وبيعطيهم لايتنج اضاءة وبيظهروا. النوع الثالث أو الرابع من البليندينج مودز هو الأوفرلي وما يتبعه. بهذا النوع يلي بيساويه هو أنه بيضيف كونتراست للصورة تبعنا، وبيختار البكسلات يلي الغماءة تبعها، إذا الداركن او السواد فينا نقول تبع اكثر من 50% بيزيد غماءتها.
يلي إضاءتها أقل من 50% بيزيد إضاءتها، إذا بيعمل عملية كونتراستينج يعني تباين بالألوان. فمثلا إذا اخترنا الأوفرلاي بنلاحظ إنه عمل لي عملية تباين. طبعا هو أكثر شيء مستخدم بالنسبة لعمليات الدمج هو الأوفرلاي وأيضا السوفت لايت، هدول أكثر شيء. طبعا عن حالي مثلا أنا أكثر شيء بستخدم الأوفرلاي. بالنسبة للمجموعة الثالثة أو الرابعة هي مجموعة ما كتير مهمة، بيستخدموها اللي بيشتغلوا بقصة العلوم وهالقصص. بنلاحظ إنه ما هي عم يطلع لي التصميم ما حلو فينا نقول نوعا ما، إذا نحن ما بنستخدمها كمصممين، لكن في بعض الاستخدامات العلمية لها ممكن تكون مفيدة. المجموعة الأخيرة هي المجموعة اللي بقدر من خلالها أنا أتحكم ب، إذا كنت عم بعمل مثلا ديزاين معين فبيطلع لي مثلا هون بهالحالة اللون تبع الساعة فقط، مشان مثلا أقدر أعمل براشينج ديزايننج اللي هو. فنحن أكثر شيء بنستخدمه من هالمجموعات هي هو المجموعة الثالثة اللي هي الأوفرلاي، بنختارها أكثر شيء، أو السوفت لايت. طبعا نحن حنشوف كيف وقت نستخدم الأدوات تبعنا الموجودين هون كيف بنقدر نعمل أيضا عملية بليندينج، يعني دمج للصور تبعنا من خلال التولز. لكن هلا نحن حكينا عن أنواع الدمج في حال مثلا الدمج البسيط، في حال كنت بدي ادمج صورتين مع بعض حسب الالوان تبعي. مثلا هون بيكون اللون الابيض هو اللون الطبيعي فبيخفي، هون بيكون اللون الاسود هو اللون الطبيعي فبيخفي، هون بتكون البكسل اللي درجة غمائته 50% بالضبط هو اللون الطبيعي فبيخفي، فاللي اكتر من 50% بيزيد غمائته، اللي اقل من 50% بيزيد إضاءته. هيك بيكون انتهى هذا الدرس، إلى اللقاء.